Ay, marica. ¿Pero te gustaría? ¿Qué? السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الرجل الذي هاجمه الجن في منزله إلى المغامر الذي ذهب لمبنى مهجور فحصل له شيء مرعب. سنقدم لكم في هذا الفيديو مشاهد لأشياء مخيفة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، أود الإشارة إلى أن هناك عددا هائلا من أفراد عصابة الرعب طلبوا جزءا آخرا خاصا بتطبيق روندونوتيكا، وتلبية لطلبكم فإننا نقوم بإعداد حلقة جديدة حول هذا التطبيق. وسبب التأخر هو أننا لا نريد عرض لقطات عادية، بل نبحث عن لقطات قوية ومرعبة وأكثر واقعية، وهذا يتطلب منا بعض الوقت. نتمنى أن تقبلوا اعتذارنا، وسنقوم بعرض هذه الحلقة قريبا إن شاء الله. شكرا لكم يا عصابة الرعب. رقم 4. ¿Pero te gustaría? ¿Qué? ¿Qué tienes? كنا قد نشرنا في إحدى الحلقات السابقة فيديو لهذا المغامر عندما ذهب لاستكشاف مبنى مهجور هو وصديقته، وصوروا فيه أشياء مخيفة. وبعد مرور بضع أشهر عاد مرة أخرى هو وصديقه لإعادة استكشافها، لكن هذه المرة سيقوم ببث مباشر مع متتبعيه وهو يستكشف المكان. ففي أول البث كان كل شيء يمر بشكل عادي، بعد ذلك وبينما كان يتحدث مع صديقه ظهر له في الجهة المقابلة مخلوق صغير شفاف مر بسرعة. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. وعند ذهابهم لذلك المكان لم يجدوا أي أحد هناك، فاستمروا في البحث عن هذا الشيء، وفجأة سمعوا صوتا يشبه صوت صبي صغير. هلا. ¿Qué lugar, Cuidado. ¿Qué fue eso? Por ahí anda el niño, ¿eh? Está... Órale. No mames. بعد ذلك استمروا في البحث، لكنهم لم ينجحوا في العثور على مصدر هذا الصوت. وفجأة صورت الكاميرا شيئا مرعبا ولا يصدق، فلنشاهد التسجيل. Niño, algún espíritu o alma demonio que se encuentra en este lugar, manifiéstate. Nene. Siente pesadísimo. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا.
فكما شاهدتم فلقد مر في الجهة المقابلة مخلوق شفاف يشبه شكله طفلا صغيرا، وقد كانت سرعته غير عادية، لكن المغامرين لم ينتبهوا لذلك حتى بدأ بعض المشاهدين للبث المباشر يخبرونه في التعليقات بأن شيئا غريبا مر من هناك بسرعة. Pasó frente a mí. No. ¿Tuviste algo? ورغم بحثهم في كل زاوية من هذا المبنى لم ينجحوا في العثور على أي شيء. بعد ذلك حصل لذلك الرجل شيء مخيف لحد كبير. No. ¿Tuviste algo? ¿Te gustaría liberar? ¿Pero te gustaría? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué? شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. ¿Pero te gustaría? ¿Qué? فكما شاهدتم فلقد ظهرت يد شفافة وشاحبة بالكاد يمكن رؤيتها، وقامت بضرب الرجل وخدشه من الرقبة. وفي هذه اللحظة تأكدوا بأن هذا المكان خطير جدا وقرروا الخروج منه على الفور. فماذا قد يكون هذا المخلوق الذي ظهر في البث المباشر برأيكم؟ هل هو جن أم أنه شيء آخر؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 3. Acá, ¿dónde estás? Se prenden las luces. Marica. تم نشر هذا الفيديو المخيف والغامض في شهر يونيو من سنة 2020 على إحدى الصفحات في الإنستغرام، وقد صوره حارس أمن ليلي يعمل في إحدى المراكز التجارية. يقول بأنه في الآونة الأخيرة بدأ يفكر في ترك العمل في هذا المكان لأنه بدأ يلاحظ حدوث أشياء مخيفة وغامضة، وقد نجح في تصوير بعض من هذه الظواهر، ومن أشهرها وأكثرها إخافة هو هذا التسجيل الذي صوره عندما سمع صوتا غريبا في الحمام وذهب لاستكشاف الأمر، فوجد بأن صنبور الماء يفتح ويغلق لوحدها. بعد ذلك بدأ الجهاز الخاص بتجفيف الأيدي يعمل لوحدها. رغم ذلك تشجع الرجل وبقي في المكان وهو يصور، وبعد فترة قصيرة حصل له شيء مرعب جعله يصرخ من شدة الخوف ويهرب من الحمام. فلنشاهد التسجيل. فكما شاهدتم فلقد أغلق الباب لوحده بقوة دون أن يلمسه أحد، مما جعل الرجل يصرخ باسم أمه من شدة الخوف. وحسب ما يقول صاحب الفيديو فليس هذا هو الحدث المخيف الوحيد الذي يحصل في هذا المركز التجاري، وتحصل فقط في أوقات متأخر من الليل عندما يصبح المركز فارغا، ويعتقد بأن هذا المكان مسكون بالجن. أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2.
رجل يدعى دينيس صور في منزله العديد من المقاطع التي اعتبرت الأكثر غموضا على الإطلاق، حيث بدأت قصته المخيفة منذ سنة 2013 ولحد الآن وهو يصور أشياء غريبة ومخيفة تحدث له في منزلها. ومن طبيعة الحال لا نستطيع عرض كل هذه التسجيلات لأنها كثيرة جدا، لذلك سنختار لكم بعضا من أهم ما حصله في البداية أي سنة 2013 وما حصل في آخر تسجيلات لها. ففي شهر مايو من سنة 2013 بدأ دينيس يسمع أصوات غريبة في المنزل، وبدأ أطفاله يخبرونه بأنهم يرون ظلالا سوداء وأشياء مخيفة، لذلك قرر استخدام جهاز راديو معدل يستعمله المستكشف والخوارق للتواصل مع الجن. لكن ما حصل في تلك الليلة كان مرعبا لحد كبير، فلنشاهد تسجيل. فكما شاهدتم، فعندما حاول التواصل مع الكيان الذي يوجد في المنزل بدأت المصابيح تعمل وتنطفئ لوحدها. ثم قام دينيس بمحاولة التواصل معه فسأله من أنت وماذا تريد، فسمع صوتا في الجهاز يقول أنا الشيطان أو الجن. بعد ذلك هربت القطط من القبو بشكل مفاجئ وكأن شيئا ما أخافها. ثم بدأت المصابيح تتحرك من تلقاء نفسها. وفي سنة 2019 قالت ابنته بأن لديها صديقا شبحا يوجد في غرفتها، فظن بأنها تمزح معها حتى شاهد بعض مقاطع سناب في هاتفها وتأكد بأن ما تقوله صحيح، حيث يظهر وهو يقترب منها بشكل واضح. وفي سنة 2020 وبينما كان يرتب بعض الملابس، صورت كاميرا المراقبة الرجل وقد رأى شيئا أخافه لحد كبير، فقام بالهرب من المكان. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. وبغض النظر عن ما إذا كان هذا التسجيل حقيقيا أم لا، فماذا ستكون ردة فعلك بصراحة لو كنت مكان الرجل وظهر لك مخلوق أسود شفاف؟ هل ستهرب أم ستكون لديك ردة فعل مختلفة؟ وإن كنتم تريدون تتبع أحداث أخرى لقصة هذا الرجل يمكنكم الدخول لقناتها، أو اكتبوا في التعليقات بأنكم تريدون المزيد من الفيديوهات وسنعرضها لكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. قبل أن نشاهد رقم واحد، المرجو الاشتراك على حسابنا في الإنستغرام لتشاهدوا أشياء ومفاجآت عديدة. وإن كان يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. شكرا لكم. رقم واحد. Yeah.
يوتيوبرز أمريكي يدعى لويد نشر مؤخرا العديد من التسجيلات لسلسلة من الأحداث المخيفة والغامضة التي بدأت تحصل له في منزله، والتي جعلته يفكر في الانتقال للعيش في منزل آخر. والحدث الأول حصل له في شهر مارس من سنة 2020، حيث نشر هذا الفيديو الذي يظهر فيه وهو جالس في المنزل. بعد ذلك حصل له شيء مخيف جعله يهرب من المكان، فلنشاهد التسجيل. بعد ذلك نشر فيديو يقول فيه بأنه استشار مع رجل دين، فنصحه باستخدام نوع خاص من الأعشاب وحرقه وترديد بعض الكلمات لطرد الجن من المنزل، لكن يبدو بأن هذه الفكرة لم تكن جيدة. وبعد أسبوعين تقريبا لم يقم بنشر أي فيديو آخر، ثم ظهر في تسجيل جديد وقد بدا عليه الخوف الشديد، وبدأ يقول بأنه أصبح غير مرتاح في هذا المنزل، وفجأة بدأت بعض الأغراض تتحرك من تلقاء نفسها بقوة. وقد قام الرجل وبدأ يصرخ بصوت مرتفع ويقول: اخرج من المنزل وابتعد عنا. فهل فعلا يمكن للجن السكن والدخول للمنازل وإخافة الناس بهذه الطريقة، أم أن للجن عالمه الخاص ولا يفكر في الاعتداء على البشر وإخافتهم؟ وهذه التسجيلات ليست سوى تمثيل. أتمنى أن تشاركونا رأيكم وتفسيراتكم في تعليق. وإن أردتم تتبع جديد هذا الرجل فيمكننا نشر فيديوهات له في الحلقة القادمة. إذا كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مخيفة صورتها الكاميرا بالصدفة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.